معانا اتصال تاني. أستاذة آية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة يا فندم. الله يبارك في عمرك. حضرتك موضوع الحلقة عن مكارم الأخلاق. إن شاء الله. بقينا أنا بقيت دلوقتي حاسة إن يعني وأنا يعني معظم سبحان الله أنا مش هبرأ نفسي يعني، مكارم الأخلاق دلوقتي والأخلاق كلها بقت منعدمة خالص. ما مش موجودة كتير يعني. يعني أكتر حاجة جوزي أنا دايما بيبقى بينه وبينه مشاكل كتير قوي قوي قوي. بدايتها ان انا موظفه وهو دايما عاوز الراتب بتاعي كله. نعم. انت مالكيش حق فيه، فهو ده كله بتاعي انا عايزه. وبعدين انا دايما اقول له ما ينفعش، انا لازم اخد جزء منه عشان اولادي، انا ليا بنات بنتين. عشان لما حتى يكبروا على الاقل انا اقدر اجيب لهم. الام بتبقى دايما عارفه مطالب البنات. ايوه مظبوط. لا هو ما هوش عاوز كده، هو دايما. وبعدين انا لما اصرف حاجه من هو عاوز الفلوس في ايديه هو. طب يا استاذه ايه، يعني انا اسالك سؤال بس ما تشرحيش، قولي لي ايوه ايوه لا. هو ممسك شويه، بخيل شويه. ممسك شويه. خلاص بس هكملي. هو ممسك شويه وكمان زودها قوي لما انا خدت جزء من الفلوس معايا. انا بعينها معايا انا وجزء منه. دايما بقى يتهمني ان انا بصرف على اهلي، الجزء ده انا بصرفه على اهلي. حتى انا اهلي كرمه قوي قوي قوي، بيجيبوا لي طيب الحاجه كلها. طيب والله العظيم وربنا يشهد على ذلك. سؤال حضرتك، من كتر الحاجات اللي بيجيبوها لي هو بقى مستغرب ان هم بيجيبوا الحاجات دي ليه، انت بتودي لهم الفلوس. وسؤالي دلوقتي ان انا عندي كمان ده، هي مشاكل كتيره من سوء الاخلاق. انا عندي بنتين وباباه دايما يوحي ان انا بينه وبينه مشكله، انا بسمع صوت اهله وهم حتى بيشتموني بيقولوا له دايما انا طلع البنت الثانيه دي فوق. انا كنت عاوزها ولا تطلعها فوق. انا كنت عاوزها ولا تطلعها فوق، انا مش عاوزها هنا. انتوا متجوزين على حب يا استاذه ايه؟ لا. طيب فهو دايما بيسمع كلام الاهل وبيطلع يتشاكل معايا انا، وهم دايما يسمعوا مشاكلنا ويعايروا بيها. طيب شوف يا استاذه ايه، شوف انا هرد على حضرتك. حاضر. الاستاذه ايه بتكلمنا في موضوع اجتماعي اخلاقي في نفس الوقت، يمكن يكون الكثير بيتعرض لدون، لكن أهم حاجة حل للموضوع ده إن يجي حد من أهل الزوج يكون مسموع الكلمة. مسموع الكلمة يعني لما بيقول حاجة بيقولوا حاضر هننفذها إن شاء الله، وحد من طرف الزوجة برضو له ثقل ومسموع الكلمة لما يقول حاجة ينفذوها، والاثنين يقعدوا مع بعضيهم امام يعني اللي يتواجد من اهل الزوج واللي يتواجد من اهل الزوجه معاهم برضه، والزوج والزوجه، ويتكلموا بلا زياده في الكلام ولا تجريح في الكلام. اهم حاجه ما حدش يجرح حد في الكلام ابدا، ولا يتهم حد اتهام باطل ابدا، ولا يظن فيه سوء ابدا. دي حاجه. الحاجة التانية بقى، الحكم ما بينهم يحكم من أهل الزوج وأهل الزوجة، إما بدوام الزواج على أساس معاملة متفق عليها، وإما بالتفريق بينهما إذا كان هناك كراهية. ولكن أنا شخصيا نصيحتي ليك يا أستاذة آية، إنك معاكي بنتين اصبري واحتسبي عند الله. وهقول لك، يمكن انت بتقولي هو يعني شويه كده ممسك شويه، لكن ما هوش منحرف، ما هوش بيشرب حاجه، ما هوش بينفق فلوسه في اي كلام. ومهما كانت الاموال فهي للبنات او للاولاد، وربنا يعني يطعمكم فيما يعني تحبوا وترغبون. وكل عام وحضرتك بخير.